اليوم جبت لكم من غوسات فريمون سهله وبنينه، ما بنا ما نقدرش نوصفها لكم، يعني يحبوها كبار وصغار. هي لا سوب تاع الكابويا، بيان سور راكم تشوفوا الكابويا هنا، غسلتها ونقيتها وقطعتها هكا، حوالي 8 غرام تاع كابويا. هنا البصل كيف كيف قطعته كبير كيما الكابويا، باسكو من بعد كلش راح يتميكسا. هنا حوالي 5 حبات بصل حتى الربعة حسب الحجم، كي يكون الحجم تاعها كبير تحتاجي 4، كي يكون الحجم تاعها صغير تحتاجي حوالي 5. هنا كمية تاع الدجاج كيف كيف قطعته ديدي. هنا الدجاج كمية صغيرة على البنة وخلاص. فيما يخص لي زيبيس، عندنا القزبر، فلفل الكحل، الكركم وبيان سور الملح، ونحتاجو تاني الزيت و لا كريم فخاش. اول حاجه راح نديروها هي نديرو كميه تاع الزيت، كميه قليله تاع الزيت كما راكم تشوفوا. نحط البصل تاعي هنا هكا، نحط البصل، نزيد عليه الكابويا، عليه بيان سور الدجاج نتاعنا، ونزيدوا عليه لي زيبيس تاعنا. انا هنا الملح ما حبيتش نحط الكميه تاع الملح كامل باه ما تجينيش مالحه. فوالا الان هذا الخليط كامل نحطوه على النار ابتي فو، نخليوه يتقلى مليح حتى يدبل لنا الكابويا والبصل تاعنا. بعد دبال هذاك الكابويا والبصل نزيدوا له الماء، تمام، ما نزيدولوش الماء حتى يتقلى مليح هذاك الكابويا مع البصل ويدبال. هنا كيما راكم تشوفوا هاو البصل تاعنا والكابويا نخلطوهم مليح. ونخليوها يدبل مليح ونعاود نولي الزيت. هاكم تشوفوا هنا البصل هاو غادي يتخلى مع الكابويا. هذه لا غوسات بنينه بزاف، راح يحبوها اكيد الدراري صغار. حتى معكم تشوفوا هنا راه الكابويا تاعنا والبصل او تقلى، شوفوا كيفاش بلا الكابويا. واش نديرو هنا؟ نزيدو له الماء حتى يتغطى. نشوفوا voilà حتى يتغطى. هنا نزيدو نخليوه يطيب مليح، كي يطيب مليح ونشوفو بلي عشاك فوا نطلو عليها، كل ما نشوفو قازي نقص نقدرو نزيدو كمية تاع الماء، يعني هي نورمالمون هذا تكفيه باه يطيب فيه. كي يطيب مليح نطفيو عليه ونعاود نرجع لكم ونميكسيوه مع بعضنا. هنا راني ميكسيت لاسوب تاعي بعد ما طاب لي هذاك الكابويا والبصل، وضفت لهم نص باطة تاع لا كريم فخاش، وراح تتحصلوا على هذه السوب فولوتي بنينه. ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها، راح تحبوها ان شاء الله، تجربوها وان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا. انا ماليا نقول لكم تبقاو على خير وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تفعلوا الجرس وديروا لي لايك باه تشوفوا الجديد وفيديوهات واحدة اخرى ان شاء الله. مع السلامه.